أهلا بكم طلبة الصف الرابع الابتدائي. أخذنا في الدرس اللي فات الوحدة الثالثة نشأة الحضارة المصرية القديمة، وخدنا فيها الدرس التمهيدي معلومات تاريخية، وخدنا الدرس الأول اللي هو استقرار الإنسان المصري في الوادي. تعالوا نكمل أعزائي الطلبة الدرس الثاني من الوحدة الثالثة اللي هي نشأة الحضارة المصرية القديمة. الدرس الثاني عنوانه النهاردة باسم الوحدة بين أقاليم مصر القديمة. الوحدة بين أقاليم مصر القديمة. في الدرس ده أعزائي الطلبة هنتعرف على إيه هي المراحل اللي مر بها الإنسان حتى يصل إلى هذه الوحدة. كلنا عارفين إن إحنا في الوقت الحالي أو إن الحضارة المصرية بتفتخر بإنها بتعيش في الوقت الحالي نوع من الوحدة والاستقرار، وفي حاجة من الأمن والأمان. وعلى فكرة ده ما جاش بين يوم وليلة. الأمن والاستقرار اللي احنا بنعيشه في الوقت الحالي ده جاي من كفاح وتاريخ طويل لأجدادنا والناس اللي كانوا عايشين منذ القدم المصريين الأوائل، يمتد لآلاف السنين. على فكرة الشعب المصري أعزائي الطلبة هو أول شعب حقق الوحدة. يعني الوحدة اللي هو تكون دولة واحدة، أن مصر تكون دولة واحدة لا تنقسم. وأكد أن الوحدة والاتحاد، الشعب المصري أكد أن الوحدة والاتحاد بين الشعب المصري ده كان بداية بناء الحضارة العظيمة اللي هي الحضارة المصرية القديمة. لما أجي أبص كده وأشوف هي الوحدة دي، الاستقرار ده جه منين؟ إيه أسبابه؟ إيه مراحله؟ مرحلة الوحدة اللي عاشتها مصر واللي بنعيشها في الوقت الحالي نتجت نتيجة مرحلتين. المرحلة الأولى إزاي تكونت المدن والقرى المصرية، او ازاي اتكونت المحافظات اللي احنا بنعيش فيها دي، زي محافظه المنيا واسيوط ومجموعه من القرى والمختلفه وغيرها من المحافظات الاخرى. طيب لما اجي ابص كده هقول ان المرحله الاولى مرت بمراحل حتى تتحقق الوحده. طب المرحله الاولى كانت عباره عن ايه؟ اول حاجه اللي هي نشاه القرى والمدن. ازاي نشات القريه والمدينه في كل محافظات وفي كل اقاليم مصر؟ بنقول ان الانسان المصري بعد ما قعد كده جنب وادي النيل واستقر وبدأ يعرف الزراعة، بدأ يكون العائلات والقبائل. العائلات يتجوز ويخلف ويعمل عيلة، والعيلة تعمل قبيلة مع بعض، وكونت من خلال العائلات والقبائل القرى والمدن. وبدأت الناس اللي هي بتعيش في القرى والمدن ينظموا حياتهم وفق عادات، يعني حاجات اتعودوا عليها، وحطوا لنفسهم قوانين، اللي خالف القانون يتعرض للعقوبة. القانون يعني اللي هي مبادئ لازم الكل يمشي عليها وما يخالفهاش، يعني محدش يقتل، محدش يسرق اي حاجه. طيب ولازم يراعوا القوانين دي ويحترموها ويطبقوها. واصبح اعزائي الطلبه لكل قريه وكل مدينه معبود ليها. يعني ايه؟ يعني كل قريه ليها بتعبد حاجه معينه. احنا عارفين ان العباده في الوقت الحالي هي لله الواحد، لكن زمان ما كانوش يعرفوا الله، فكانوا بيختار لكل كان الناس اللي بتعيش في كل قرية او مدينة بتختار شيء معين تعبده. زي ايه؟ زي مثلا قرية بتعبد الشمس، قرية بتعبد النيل، قرية بتعبد طائر من الطيور زي الصقر او النسر، بيعتبروه ان هو اله بتاعهم او اللي هو منحهم الحياة. بعد ما تكونت القرى والمدن تمر المرحلة الاولى بحاجة تاني اللي هي تكون الاقاليم. يعني ايه يا استاذ اقليم؟ ما لما تبقى في مجموعة من القرى الكتيرة والمدن تكون لإقليم، وكان لكل إقليم عاصمة وحاكم. يعني إيه إقليم بالمعنى البسيط؟ الإقليم في الوقت الحالي يساوي كلمة محافظة، زي محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة سوهاج، محافظة أسيوط، محافظة المنيا وغيرها. يبقى الإقليم يساوي كلمة محافظة. بعد ما تكونت القرى والمدن يدخل الشعب المصري في مرحلة جديدة اسمها تكون الإقليم. والإقليم ده جه منين؟ الاقليم ده جه نتيجة اتحاد القرى والمدن الكتيرة وكونت اقليم. وكان لكل اقليم حاكم، يعني شخص بيحكمها، كان ليهم معبود يعني اله بيعبدوه، كان ليها عاصمة اللي هي مقر الحكم للحاكم ده، المكان اللي بيعيش فيه الحاكم، كان لكل اقليم جيش، كان لكل اقليم شعار، رمز من الرموز زي العلم كده. طيب بعد ما تكونت الاقاليم المرحلة الاولى تخش في حاجة جديدة اللي هي تكون الممالك، مملكة. فأصبحت مصر بتتكون من مملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. الممالك دي اتكونت منين؟ اتكونت الممالك نتيجة ان الاقاليم اتحدت مع بعض.
يعني محافظات مع بعضها. يعني الاقليم هو عباره عن ايه؟ الاقليم هو عباره عن مجموعه من القرى والمدن. طب الاقاليم كلها اتحدت مع بعض فكونت لايه؟ ممالك. يبقى في الاول نشاه القرى والمدن. طب القرى والمدن كونت لي اقليم. طب الاقليم اتكون نتيجه ايه؟ القرى والمدن الكتيره. طب الممالك دي اتكونت منين؟ نتيجه الاقاليم الكتيره. فاصبح عند في مصر مملكتين، مملكه في الوجه البحري اسمها مملكه الشمال، اللي هي نسبة لاتجاه الشمال اللي خدناها في الجغرافيا في أول حتة في المنهج خالص. وفي الجنوب اسمها مملكة الجنوب زي ما احنا شايفينها على الخريطة، اللي هي خريطة مصر زمان لما كانت منقسمة إلى مملكتين. وكان لكل مملكة أعزائي الطلبة ليها حاكم بيحكمها وليها عاصمة وليها تاج الحاكم ده كان بيلبسه وبيتميز بيه، وكان ليها شعار زي العلن كده خاص بكل مملكة. تعال نشوف المملكتين وزي ما الخريطة برضو موضحانا. تعال نشوف المملكتين شعارهم ايه وعاصمتهم. مملكة الشمال كانت الوجه البحري. طيب دي كانت اسمها العاصمة بتاعتها اسمها بوتو، اللي هي قرب مدينة دسوق في الوقت الحالي، قرب مدينة دسوق في الوقت الحالي في الدلتا. طيب ايه الشعار بتاع مملكة الشمال؟ نبات البردي. النبات البردي كان الشعار بتاعهم، اللي هو زي العلم بتاعهم اللي هو بيرمز اليهم، اللي بيرمز لمملكة الشمال. طيب ايه لون التاج اللي كان بيلبسه الملك بتاع مملكة الشمال؟ لونه احمر. طب ده بالنسبة لمملكة الشمال اللي هو الوجه البحري. مملكة الجنوب اللي هو الوجه الابلي كانت العاصمة بتاعتها ايه؟ اسمها نخب. ابلي فيها حرف الب يبقى نخب، نخب فيها حرف الب ما ننساهمش ابدا. يبقى الوجه الابلي فيها حرف الب القبلي ثم نخب فيها حرف الب. طيب نخب دي اللي هي في الوقت الحالي ايه؟ ايه مدينة ادفو، اللي هي مدينة ادفو في الجنوب. طيب حلو خالص. ايه الشعار او ايه الرمز اللي بيرمز ليه مملكه الجنوب؟ الشعار بيرمز ليه مملكه الجنوب هي زهره اللوتس. اما اللون التاج اللي بيلبسه الملك في مملكه الجنوب كان لونه ابيض. اذا احنا وقفنا ان مصر كانت انقسمت الى مملكتين. امال ازاي يا استاذ بتكلمني ان في وحده؟ لا، ما انا هقول لك بعد كده ان اتكونت، ودي كانت من المرحله الاولى ان ظهرت حاجه اسمها الوحده الاولى لمصر، ودي كانت سنه 4242 قبل الميلاد. يا استاذ رقم كبير مش عارف اذاكره. طب هنقول 42 قبل الميلاد كده يبقى سهله. دي اتكونت اول وحده لمصر. يعني ايه اول وحده لمصر؟ هنشرح ونقول. بنقول ان مملكه الشمال كان فيها ملك، جه مملكه الراجل اللي هو بتاع مملكه الشمال الملك ده بدا يوحد البلاد، وكانت في عده محاولات لتوحيد مملكه الشمال والجنوب في دوله موحده. ونتج عن هذه المحاولات ان جيب بتاع مملكه الشمال وبدا يوحد البلاد ويعمل حكومه مركزيه واحده، وده كان سنه 4242. يعني عمل ايه بتاع مملكه الشمال؟ مسك بتاع مملكه الجنوب قضى عليه واصبحت مصر وحده واحده اسمها الوحده الاولى، يعني مصر دوله واحده. طب بتاع مملكه الشمال هو الوقت عنده عاصمتين وتاجين والكلام ده، طب ايه اللي هيحصل؟ لا، الراجل ده هيعمل ايه؟ هيبدأ يوحد هنا في الوحدة الأولى مصر كلها في مدينة تسمى مدينة أون، وكانت مدينة أون اللي هي في الوقت الحالي اسمها عين شمس حاليا. لكن بسرعة بعد ما بتاع مملكة الشمال الملك بتاع مملكة الشمال مات، رجعت مصر منقسمة إلى مرة أخرى إلى مملكة شمال ومملكة جنوب. إيه اللي بيحصل ده؟ يعني في الأول كانت مصر عبارة عن قرى ومدن، والقرية والمدينة كونت لإقليم، والإقليم كون لممالك، فأصبح عندي مملكة شمال ومملكة الجنوب. جه الراجل بتاع مملكة الشمال وحد مصر كلها في عاصمة واحدة اسمها أون، اللي هي في الوقت الحالي اسمها عين شمس. طب يا أستاذ لو حفظت عين شمس بس، لا لازم نعرف الاثنين، أون وعين شمس. أون باللغة المصرية القديمة وعين شمس باللغة المصرية في الوقت الحالي. طيب بعد الوحدة الأولى إيه اللي حصل؟ لما مات بتاع مملكة الشمال ضعفت الوحدة دي وانقسمت مصر مرة أخرى إلى مملكة شمال ومملكة إيه؟ ومملكة جنوب. طيب لما أجي أتكلم بعد كده ندخل في المرحلة الثانية من المراحل اللي دخلت فيها مصر عشان تعيش حياة الحضارة والوحدة والاستقرار والأمن والأمان اللي إحنا بنعيشه زي كده. المرحلة الثانية أو الوحدة على يد الملك اسمه الملك نعرمر مينا. الملك مينا ده عمل إيه؟ الملك مينا نجح في انه يوحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب اللي كانت متوحدة قبل كده، بس السنة كانت مختلفة، كانت سنة 3200 قبل الميلاد.
وترتب على كده لما جه الملك مينا يوحد البلاد، يعني يجعل مملكة الشمال ومملكة الجنوب ان مصر تكون واحدة بس، حاكم واحد بس، شعار واحد، عاصمة واحدة، تاج واحد. اصبح مينا هو مؤسس اول اسرة حاكمة في تاريخ مصر القديمة. يبقى لما يجي كده سؤال يقول لي من هو مؤسس الاسرة الاولى في تاريخ مصر القديمة؟ هنقول الملك مينا. واصبح الملك مينا هو الملك اللي بيلبس التاجين اللي هو التاج الاحمر والتاج الابيض، واصبح هو الملك المزدوج اللي هو صاحب مملكة الشمال وصاحب مملكة الجنوب. ولقب الملك مينا عشان وحد البلاد بصاحب التاجين اللي هو التاجين طبعا الاحمر والابيض، وملك الارضين اللي هي ارض الشمال وارض الجنوب اللي هي الوجه البحري والوجه الايه الابلي. وبنقول ان سجل مينا هذا النصر العظيم على لوحة وضح فيها الحروب اللي مارسها، انه قضى فيها على مملكة الشمال وقضى فيها على مملكة الجنوب في اسمها لوحة نارمر او نعرمر. وكان من انجازات الملك مينا انه بنى مدينة اسمها مدينة من نفر، وبنى حولها سور ابيض وسماها العرب اسم منف لتكون عاصمة البلاد. يعني ملك مينا وحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب في عاصمة اسمها ايه؟ سمع ناس بتقول شاطرة، منف، اللي هي من نفر، منفر او منف. وقام الملك مينا بانه يكون جيش قوي لمصر كلها عشان يحمي الايه البلاد. لما يجي كده سؤال يقول لي هو الملك مينا عمل جيش قوي ليه؟ لحمايه وحده الايه البلاد. يبقى كده اعزائي الطلبه خدنا خط زمني او المراحل اللي مر بيها الانسان عشان يحقق الوحده بين اقاليم مصر. اولا كانت الانسان لما عاش حوالين وادي النيل عمل القرى والمدينه، والقريه والمدينه لما كتروا كونوه لاقليم، والاقاليم لما كترت اتجمعت مع بعض فكونت لي ممالك، فاصبحت في مملكه للشمال واصبحت في مملكه للجنوب. وجت بعد كده وحده اولى سنه 42 قبل الميلاد او 4242 قبل الميلاد. الوحده دي مملكه الشمال وحد مصر كلها في عاصمه اسمها اون، ثم انقسمت مصر مره اخرى لمملكه شمال ومملكه جنوب حتى ياتي الملك مينا ويوحد مصر مره اخرى في العاصمه منف، ويكون جيش قوي ويسمى باسم ملك التاجين، صاحب الارضين، ملك الشمال وملك الجنوب، وصاحب تاج مملكه الشمال الاحمر وتاج مملكه الجنوب الابيض. وبكده اعزائي الطلبه نكون خلصنا درس وحده بين اقاليم مصر. شكرا لكم، وانتظروني في اخر درس من دروس التاريخ وفي الصف الرابع الابتدائي، والى اللقاء.